أهلا بكم من جديد. طريقة العلاج بالأعشاب من الطرق القديمة في السودان وفي العالم أيضا، ومع ابتكار هذا الطب أو التداوي بالأعشاب استطاع الخبراء أيضا اكتشاف عدد كبير من النباتات والأعشاب المختلفة لعلاج عدد أيضا من الأمراض. اليوم من خلال مركز المكاوي للأعشاب أيضا سنتعرف على أعشاب جديدة وعدد من الأمراض التي تتم علاجها من خلال أو عن طريق الأعشاب. برحب جدا بضيوفنا الموجودين معنا داخل الأستوديو. برحب بأستاذ سيف المكاوي، هو مؤسس مركز المكاوي للأعشاب والتجميل. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، وحي عبركم السادة المشاهدين داخل وخارج الوطن الحبيب، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفي أصيل عليكم اليوم بإذن الله تعالى. مرحبا حبابكم. أيضا يمتد الترحاب بأستاذ عمر محمود أحمد إسماعيل، خبير العلاج بالحجامة والطب الانعكاسي. أهلا وسهلا. شرفنا بكم إن شاء الله. مرحبا. مرحبا بكم ضيوف كرام على المساء الجديد. المعروف طبعا انه الحجامه كحجامه من زمن الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من الاحاديث بتوصي انه الناس تتعالج بالحجامه، فاذا بنتكلم بدايه عن بدايه الحجامه من زمن الرسول عليه الصلاه والسلام وتمرحله، تمرحل الاليه اللي بتتم بها لحد يومنا الليله. نعم، هو طبعا بيتكلم عن الحجامه باعتباره علاج الهي بدا منذ بدء الخليقه نفسها. تواتر وتسلسل وتعاقب عبر الأنبياء كلهم، لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتم بها اهتمام خاص، حتى إنه ربنا سبحانه وتعالى بواسطة ملائكته في ليلة الإسراء والمعراج أوصوا بها. الملائكة قال: ما مررت ليلة عرج بي على ملئ من الملائكة إلا قالوا لي: يا محمد عليك بالحجامة. وفي بعض الروايات: مر أمتك بالحجامة. فكانت طبعا بتمارس بأشياء تقليدية على حسب المتاح للقرون، ثم تطورت الأدوات عبر التطور العلمي إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، اللي هي عن طريق الأجهزة اللي بتعتبر من الطبخ وتعتبر بمسدس وسموه شفاط وكده. أجهزة حديثة. أجهزة حديثة. جميل. أستاذ سيف المكاوي، في الآونة الأخيرة كثرت مراكز العلاج بالأعشاب، لكن خلينا في البداية ندي نبذة تعريفية للسادة المشاهدين عن مركز المكاوي، وأيضا ما يميز مركز المكاوي للأعشاب عن بقية المراكز. طبعا مركز المكاوي يعني يمكن يكون من المراكز المتخصصة في الطب البديل، وأيضا ما يميز هذا المركز إنه نحن يعني في هذا العمل كان في السابق الناس بتجي وبتشكي من المشاكل يعني اللي بيعانوا منها، فأنت قد تأتي لأعشاب وتحكي مشكلتك على ضوء، يقول لك خذ العشبة الفلانية وهات الدواء، لكن نحن يعني لم نهمل الجانب التشخيصي أو الجانب الطبي، لأنه الجانب الطبي أو الجانب التشخيصي هو ممكن يعني بشكل عامل مساعد في العملية العلاجية، والكلام ده الآن يعني حتى الخواجات شغالين به وبيقولوا medical is out up it is with out lab it is nothing. فنحن البيشن لما يأتي إلى المركز المكاوي أول حاجة بيجد اهتمام خاص بنزغ لمشكلته، بعد ذاك بيكون في تكوين فكرة أو الميكانيزم عن حياة هذا الشخص، من غذائه، نمط حياته، المشاكل المتعلقة به كلها، ومن ثم بنطلب التشخيص الطبي حتى يتم تحديد المشكلة بعينها، وعلى ضوها يصرف العلاج إن شاء الله بإذن الله تعالى. فنحن شغالين بهذا المجال وشغالين في يعني خطط مستقبلية تقلل من أحجام المشاكل والأمراض التي يعاني منها الشعب السوداني بصفة عامة، ونقلل من استيراد الدواء، لأنه في الفترة الأخيرة ممكن يكون الناس تعبت وعانت يعني بسبب الأدوية، أيوة، ممكن تكون فيها ندرة تسبب الأدوية وبعض المشاكل المستعصية. فنحن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وبحمد الله سبحانه وتعالى توصلنا لعلاج لحالات عديدة جدا وتم الشفاء بإذن الله تعالى. ده بودينا لسؤال أستاذ عمر، يعني العلاجات المقدمة من قبل مركز المكاوي للعلاج بالأعشاب. نعم، هي في الأساس الأول الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية، وثم العلاج بالحجامة
وبالطب الانعكاسي وبالكايرو براكتيك. شكرا. اشرح الكلمات اللي قلتها اخيرا، الكايرو براكتيك والعلاج الانعكاسي. نعم، الكايرو براكتيك هو يعتبر التقويم، الحركه، التقويم باليد او تحريك اليد، اسمه التقويم تحريك باليد، اللي هو عباره عن تصحيح الجهاز الحركي للانسان عن طريق اليد. رغم انه الان جاءت بعض الاجهزه الحديثه لتساعد في بعض المسائل المهمه جدا في مساله تقويم العمود الفقري. الكايروباتيك الفلسفه بتحته على انه العمود الفقري هو حامي للنخاع الشوكي، والنخاع الشوكي تتفرع منه اعصاب، والاعصاب هي اللي بتغذي الخلايا وبالتالي الاعضاء. لما يحصل اي خلل في الجهاز الحركي بيحصل انضغاط للعصب، وبالتالي تقل كمية الغذاء الواصلة للخلايا وبالتالي الأعضاء، فتقل كفاءتها. وفلسفة العلاج بالكايروباتيك إنه بنحرر الانضغاط حق العصب ده عشان العصب يقدر يوصل الغذاء للخلايا والأعضاء لتقوم بأعمال الحيوية ربنا أودع فيها وتقاوم الأمراض وتباشر حياتها بطريقة طبيعية. جميل. نتواصل معكم، ننتقل إلى الكنترول، عندنا محطة معدة في ذات الخصوص، نتابع ونرجع نتواصل. مركز المكاوي للأعشاب والتجميل والحجامة الإسلامية، خلطات لتفتيح الوجه والبشرة، إزالة النمش والكلف وحب الشباب، حل جذري للبهاق والبرص، علاج مشاكل الشعر المستعصية، تطويل وتغزير القشرة والثعلب والجوب، حل جذري لمشاكل الشيب والصلعة والجلحات وتغزير الحواجب. عام وموضعي، تخصيص عام وموضعي، إزالة الكرش والشقريب والترهلات وخطوط البدانة، خلطات للدخان وبودرة للتبييض الأسنان، وحل مشاكل الإنجاب للنساء والرجال وزيادة الحيوانات المنوية، خلطات المصران والمعدة والضغط والأزمة وإزالة الحصاوة، الرطوبة والمفاصل والغضروف، الخشونة والبواسير والناسور، الخرطوم، شرق الإستاد، سوق ليبيا، غرب الترمبة. هواتفنا 0128 88 8101، 0922 20 0037، 0916 66 88 5، 0123 66 20 77. مركز المكاوي للأعشاب والتجميل والحجامة الإسلامية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ سيف، قبل شوية التقرير ذكر أنه العلاج بالأعشاب بيعنى بأنه بيزيد من خصوبة الرجال وعدد الحيوانات المنوية وكذلك التجميل، فإذا بتشرح لي تفصيليا الآلية اللي بيتم بها علاج هذه المشاكل. طبعا الأعشاب يمكن يكون لها دور كبير جدا في علاج المشاكل، وحديثا حتى الطب الحديث يعني يمكن يكون الصيدلية الحديثة الشق الأكبر فيها الأعشاب، يعني 90% ممكن تكون هي الأعشاب، لكن بنجدها في شكلها الجميل الصيدلاني المنمق، شكل حقن أو أغراس أو يعني في شكلها الموجود الآن الصيدلاني. لكن نحن في الطب البديل يعني بنستخدم الأعشاب في شكلها الخام، وأيضا بنستخدم العسل، وبنستخدم أيضا المكملات الغذائية. يعني احنا اهتمينا بالعلاج بالغذاء والعلاج بالاعشاب والعلاج بالعسل. فالاعشاب يعني ممكن يكون الان لها صدى كبير جدا على العالم كله، والناس اتجهت باتجاه حقيقي لهذا المجال لوجود النتائج المطلوبه او لغله الاثار الجانبيه. ممكن يكون يعني نسبه هامش السلامه فيها عاليه جدا، وبعد ذلك النتائج الملموسه. يعني كثير من الناس كانت تتخوف من الأعشاب، يعني يقول لك تمشي لزول يديك عشبة ممكن تعمل لك مشكلة وممكن تزيد لك الحالة بتاعتك سوءا، لكن احنا نحب يعني نطمن المواطنين في مركزنا اللي هو مركز المكاوي، اهتمينا بالجانب العلمي للعشبة نفسها من حيث الدراسة، من حيث خواصها الكيميائية والفيزيائية، من حيث التخزين، من حيث الدوز بتاع الجرعة، دي جانب أساسي. أيضا بنصحب معانا جانب العسل. فمن ضمن المسائل أو الأقسام اللي اهتمينا بها في هذا المجال ووجدت حلول متكاملة ووجدت قبول ووجدت نتائج ما شاء الله، اللي هي مشاكل الإنجاب.
ومشاكل الإنجاب دي طبعا متعلقة بالجنسين. الآن متوفر عندنا في مراكزنا كلها، يمكن يكون في بعض الأفرع الموجودة في الولايات وفي الخرطوم وأيضا في سوق ليبيا، مجموعة المكاوي. هذه المجموعة متخصصة بالنسبة للرجال فقط، وأيضا هنالك مجموعة المكاوي متخصصة بالنسبة للنساء. طيب لما نجي لمجموعة المكاوي بالنسبة لمشاكل الرجال اللي هي المتعلقة بالإنجاب، بنجد إنه من فوائدها، ونحن دائما يعني ننصح الناس إنه أي زول عايز يصل مركز المكاوي، خاصة الناس اللي بيعانوا من مشاكل الإنجاب، إنه يعمل لنا سيمينال أناليسيز أو تحليل للسائل المنوي حتى نكتشف المشكلة، وعلى ضوء نقوم بوصف الخلطة. طيب فوائد هذه المجموعة عموما، بتشتغل عند الرجال خاصة في زيادة عدد إنتاج الحيوانات المنوية في الحركة والنمو واللزوجة. أيضا هذه المجموعة لها فوائد، ممكن تقوم برفع الكفاءة الجنسية عند الرجال، وبتعالج أغلب المشاكل المتعلقة بالضعف الجنسي، فوجدت حلول متكاملة بفضل الله، ناس ربنا رزقهم في هذا المركز وتم لهم الإنجاب بإذن تعالى. عندنا مجموعة ثانية اللي هي دي بالنسبة للنساء. طيب مشاكل النساء الآن يعني أغلبها يمكن تكون تقيؤ المبايض، انسداد الأنابيب، يكون في اختلال في الهرمونات، دي ممكن تكون عائق في الإنجاب. فعندنا مجموعة الآن متخصصة بتعمل على ضبط الهرمون، وبتعمل على فتح الأنابيب، وبتعمل على إزالة التقيؤات، وأيضا بترفع من الخصوبة بالنسبة للسيدات. ده بالنسبة لمشاكل الإنجاب. أيضا عندنا حلول تانية، يعني دي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أثبتت نتائج جميلة جدا، اللي هي مشاكل المعدة ومشاكل متعلقة بالمفران. يعني أغلب الناس الآن الواحد بيشكي من بطنه، بيشكي من الغولون لأسباب متعددة، من ضمنها سوء الغذاء وعدم الترتيب في الوجبات وعدم الاهتمام بكثير من النصائح نحن نديها للإنسان حتى يتماشى مع صحته. فعندنا حلول متعلقة بالمعدة، دي جميلة جدا، واشتغلت في علاج جرثومة المعدة اللي هي الهيليكوباكتر بايولري. وعندنا مجموعة أيضا للغولون، خاصة الناس اللي بيعانوا من الغولون العصبي. هذه المشكلة ممكن تكون أدعبت الكثير جدا من الناس، وبفضل الله تعالى وجدت حلول وتعالجت تماما عندنا في المركز. عندنا جزئية ثانية، ودي ممكن تكون يعني مشكلة عانى منها كثير من الناس، اللي هي مشكلة البواسير. طيب نحن الشخص أول لما نجينا بيعاني من البواسير دي، بنعالج الأسباب حتى نمنع وجودها، يعني نشتغل في العلاج وبنشتغل في الوقاية. فعندنا مجموعة من ضمن فوائدها بتساعد في نزول الفسحة بسهولة، لأنه أحد أسباب البواسير هو الإمساك. وعندنا دهانات موضعية بتشتغل على إزالتها تماما بدون عملية، ده ممكن يكون من الجانب العضوي، وبالنسبة لبعض الأجهزة في جسم الإنسان تم علاجها. فنجي تاني لقسم التجميل. طيب. قسم التجميل أيضا من الأقسام الممكن في الآونة الأخيرة أخذت رواج كبير جدا، بمعنى أنه بقول لك الطب التجميلي بالأعشاب إذا يمكن ما فادك ما بيضرك، ودي حاجة آمنة بالنسبة للسيدات خاصة. أستاذ عمر، يا ريت تحدثنا عن هذا الجانب. أيوة. بالنسبة للأعشاب، الأعشاب طبعا لابد في ممارسة الأعشاب من متخصصين لها، لأنه مسألة إنه الأعشاب يعني إذا لم تنفع لا تضر، هذه القاعدة غير صحيحة. أي لابد من متخصص في الأعشاب يعرف العشبة الآمنة، ويعرف مضاعفاتها، ويعرف مدى سميتها، وبالتالي يقدر يحدد الجرعات المناسبة. أي ممكن تكون في ردة فعل يعني. أي لحالة المريض الإمامة. فما كل يعني ما كل ممارس هو يعتبر متخصص. طيب. ده ناس في بالنسبة للتجميل، توجد أعشاب كثيرة. مركز المكاوي للتجميل يعني بيتعامل مع الأعشاب الآمنة جدا 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 في مسائل التجميل، لأنه البشرة حقت الإنسان بشرة حساسة جدا جدا، وبيتعامل معها برفق ولطف وبمقادير وبجرعات مناسبة وبمتابعة. أهم حاجة عندنا إحنا المتابعة، عندنا صفحة لكل مريض بيجينا ومنتابع معه خطوة بخطوة.
استاذ سيف، كل العلاجات اللي قدمت دي اكيد لابد انها تكون متابعه من قبل شخص مختص دارس عارف كل التفاصيل اللي ممكن تكون مختصة بالعشبة المعينة، مختص بعشبة معينة. فإذا بتحدث لك كمان عن المختصين الموجودين عندكم في مركز المكة. طبعا احنا المراكز بتاعتنا يمكن يكون يعني متعددة، فعندنا في ولاية الجزيرة الفرع المدني والمناقل، فأغلب الناس التيم الشغال في هذا المركز هم أصحاب كفاءة ومتخصصين، يعني أي واحد منهم يمثل المركز تماما ويقوم بالدور المناط به على الوجه الأكمل أو كما ينبغي. لكن في عايز ألفت نظر المشاهد لمسألة التجميل دي، فإحنا لما نيجي نتكلم عن التجميل بنفتكر إنه الوجه ده جزء منفصل عن الجسم. لا لا، الوجه ده جزء أساسي من الجسم، فسيولوجيا بيتأثر بكل الأشياء اللي بتحصل للجسم سلبا أو إيجابا. فبعض الناس الواحد بيجينا بيشتكي او بعض السيدات وكذلك الشباب من مشاكل البشره الدهنيه والدهنيات والحبوب، بيقول لك يا اخي والله استعملت كذا شيء ما اداني نتيجه. فهنا نحن بنقوم يعني بنغوص في عمق المشكله دي من اسبابها، يعني اساسا اسباب الدهنيات واسباب الحبوب اللي هي بما تسمى بحب الشباب، بنجد ان للاختلالات الهضميه دور اساسي في ظهور هذه الحبوب. كذلك عند النساء بنجد ايضا الاختلالات الهرمونات، ايضا ممكن بعض السيدات الواحدة تتعب تعب شديد مع العملية العلاجية وما تجد المطلوب. ففي النهاية اتصلنا نحن بنؤكد لها انه انت قد يكون عندك مشكلة متعلقة بالهرمون، فبنديها بعض الشواهي العشبية بتقوم بضبطها، فما بتتم اسابيع معينة الا بفضل الله سبحانه وتعالى بتجي وبتجينا بالنتيجة الجميلة. لكن الان عندنا مجموعتين او ثلاثة دي متعلقة بعلاج البشرة بأنواع الثلاثة. أول شيء عندنا مجموعة لحب الشباب، هذه المجموعة تحتوي على صابون لغسيل البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بتحتوي على ماسك اللي هو أو غناع معين، الغناع ده جزء من مكوناته قد يكون الحليب والعسل وبعض الأعشاب، حيث يعمل هذا الغناع على تغذية خلايا البشرة ويقوم بتجديدها. أيضا عندنا الدهان، الدهان ده بيشتغل معنا في فتح وغفل المسام، فهذه المجموعة لها نتائج جميلة جدا في نعومة البشرة وفي نضارتها وفي إزالة الحبوب والدهنيات الموجودة بصفة عامة. دي مجموعة واحدة. المجموعة الثانية عندنا مجموعة متعلقة ودي خاصة بالسيدات، دي بتشتغل في فتح وتبييض اللون. فلما نجي نتكلم عن فتح وتبييض اللون، احنا ضد الخوجنة اللي هي بتحصل الآن، الاشياء اللي ممكن يكون عندها سايد افكت. ايوه الكيميائيه، التفتيح الامن. اذا التفتيح نحن بنتكلم عن التفتيح الامن، اللي هو التفتيح الامن ده جزء من مكوناته الطبيعه. فالمنتجات الموجوده عندنا منتجات الطبيعيه لها نتائج جميله جدا وملموسه. نحن عندنا مجموعه بتتكون من ثلاث عناصر، فيها غناء، فيها كريم معين، مستخلصات عشبيه، وفيها صابون. اول شيء دي بتعمل على ازاله الكلف والنمش تماما، وفي نفس الوقت بتقوم بفتح اللون وتبييضه وتوحيد لون البشرة بصفة عامة، لأنه بعض السيدات الواحدة تشتكي من جلدية، من بقع بنية، بعض السواد في مناطق معينة، فتقوم هذه المجموعة بمعالجتها تماما. لكن دائما نحن بننصح إنه أي واحدة عايزة تفتح لونها وعايزة تفتح بشرتها تماما أو تتعامل مع أي مشكلة لابد إنه تأتي لإنسان متخصص. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى متخصصين في علاج هذه البشرة بأنواعها. دي مجموعة. أيضا اهتمينا بالجانب التجميلي، فنحن لم نهتم بالوجه فقط بل بتناسق الأجسام كلها. فبنجد مشكلة الآن زيادة الوزن أو البدانة، ومشكلة البدانة مشكلة صعبة جدا، لأنه البدانة بقوله سبب أزانة وعيانة. فنحن الآن عندنا مجموعة بتشتغل في التخصيص. هذه المجموعة مكونة من ثلاثة حاجات، في شواهي عشبية بيستعملها الإنسان قبل الوجبة، وهذه الشواهي هامش السلامة فيها عالي جدا، حيث تقوم بضبط جماح الشهية، يعني تضبط الشهية، الإنسان بيكون سفسفة ما في. وفي دهان موضعي ده بيشتغل في شد البطن وإزالة الدهون والترهلات الموجودة. وأيضا في مجموعة في الجانب الثاني الناس اللي بيعانوا من النحافة، فدي بتشتغل في زيادة الوزن زيادة طبيعية. وأيضا اهتمينا بالجانب اللي هو الزيادة الموضعية أو كما يقال التسمين
الموضعي عندنا تسميل للسيدات ابتداء من الأكتاف وأيضا الأرداف، وكل منطقة في جسم الإنسان إذا حب أن يسمينها تسمين موضعي عندنا مجموعة بتاع الدهانات تمسح أو تدلك موضعيا على المنطقة المراد تسمينها، تقوم هذه المجموعة بتنشيط الدورة الدموية وتغذية الخلايا عشان تساعد في انغسامها وتمددها، وأدت نتائج جميلة جدا وآمنة. وننوه أنه أي إنسان عايز يتعامل مع هذه المنتجات الموقع في الخرطوم شرق الإستاد 09166668205. بالنسبة لناس مدني، يعني في ناس الآن في مدني بيطلبوا هذه المنتجات، فأيضا المجموعة موجودة ومتوفرة. كذلك ناس المناقل أيضا عندهم المجموعة دي موجودة ومتوفرة. أيضا ناس سوق ليبيا اللي هو منطقة سوق ليبيا، تكون نحن حاولنا نخفف على المواطن البعد وبعد المسافة وصعوبة المواصلات، فممكن يصلنا يشيل هذه المجموعة ويتعامل معنا. وأهم شيء نحن بنتعامل يعني مع التحاليل الطبية، لو في أي زول عنده أي مشكلة بيتم دراستها أولا، بيتم دراستها أولا الأسباب حتى بعد ذلك ونقوم بتحليلها ويتم معالجتها ونشوف النتائج بتاعة الفحوصات على ضوها نديه النتيجة حتى تكون آمنة وتصيب الهدف بالضبط إن شاء الله. ودي النتيجة نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى كل إنسان يصل إلى مركزنا يتم شفاه ويحقق مناه إن شاء الله. شكرا جزيلا أولا على مركز المكاوي اللي هو قائم على أنه يتم يقدم علاجات طبيعية. شكرا جزيلا أستاذ عمر محمود أحمد إسماعيل خبير العلاج بالحجامة والطب الإنعكاسي، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر موصول لك أستاذ سيف المكاوي مؤسس مركز المكاوي للأعشاب والتجميل، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. عندنا فاصل إعلاني ولكم عودة بإذن الله.